وإلى الملف الأوكراني، حيث انتقد الكرملين إعراض فرنسا وألمانيا عن المشاركة في أي وساطة تدفع المفاوضات نحو تحقيق السلام في أوكرانيا. في المقابل أشاد الناطق باسم الكرملين باهتمام أنقرة بمواصلة الجهود للوساطة، وهي الجهود التي تحظى حسبه باستحسان كبير لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. للمزيد عن هذا الموقف ينضم إلينا من بروكسل الأستاذ محمد رجائي بركات، خبير شؤون الأوروبية. أستاذ رجائي بركات، أهلا بكم. أهلا بكم. ماذا خلف هذا التصريح؟ تصريح روسي يقول بأن فرنسا وألمانيا تعرضان عن لنقول دفع جهود مفاوضات السلام نحو الأمام. في الواقع كان هناك تصريح يوم أمس إذا لم أكن مخطئاً للرئيس الفرنسي ماكرون، قال فيه أنه في النهاية لابد أن نجلس مع روسيا على طاولة مفاوضات من أجل إنهاء الحرب. وأيضا منذ بداية الحرب الجهود الألمانية والفرنسية كانت تتجه نحو إحلال السلام ووقف الحرب في أوكرانيا، ولكن بسبب الضغوطات الأمريكية وموقف الرئيس زيلينسكي طبعا جرى ما جرى، وشاهدنا جميعا تطور الأحداث والتي أصبحت تحولت إلى حرب دامية تسببت بدمار جزء كبير من أوكرانيا وخسارات كبيرة للجيشين الأوكراني والروسي. فالآن مع أزمة الطاقة ومع ما يجري حاليا الأزمات الاقتصادية التي تسود العالم وخاصة دول الاتحاد الأوروبي، أعتقد أنه لا يمكن لدول الاتحاد الأوروبي أن تستمر في نفس الموقف وأن تستمر في دعم عسكريا وماليا أوكرانيا. الشعب الأوروبي، الشعوب الأوروبية الآن بدأت تتحرك وتنتقد هذه المواقف. هناك مظاهرات وإضرابات بسبب ارتفاع وغلاء المعيشة في دول الاتحاد الأوروبي. فبالتالي أعتقد في النهاية رؤساء دول حكومات دول أعضاء الاتحاد الأوروبي سوف يتجهوا نحو محاولة الوساطة مع روسيا، وربما أيضا تدخل تركيا على الخط. وجدنا أنه وزير الدفاع الروسي تحدث مع عدد من وزراء الدفاع من بينهم وزير الدفاع التركي يوم أمس هاتفيا، وبالتالي ربما تكون هناك توجهات حاليا لوقف هذه الحرب، وذلك لأنه من مصلحة كافة الأطراف. هذا التصريح الذي انطلقنا منه هو هذا الحديث أيضا حديث وزير الدفاع الروسي مع عدد من وزراء الدفاع سواء في أوروبا أو في تركيا أيضا، هل هو عنصر إيجابي في هذه الدينامية أم أنه هو فقط وبشكل حصري هو ذلك التعبير عن مخاوف من انزلاق الأمور إلى ذلك النقاش حول القنابل القذرة وغير ذلك؟ أعتقد أنه من ناحية لفت انتباه الدول الأوروبية التي تدعم أوكرانيا بأنه قد تتطور الأمور إلى استخدام أسلحة، يتم استخدام بقايا وأسلحة نووية، ليست أسلحة نووية ولكن يكون هناك يورانيوم إشعاعية، وكما جرى في العراق حيث تم استخدام هذه الأسلحة في العراق، وتم بعض التقارير أشارت رسميا إلى ذلك.